معي أخي المشاهد العزيز، في كتابه البداية والنهاية في الجزء 13 في ترجمة الشيخ عبد الله اليونيني، يقول ابن كثير: وكان من الصالحين الكبار المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا ترجمة طويلة، ويذكر له ويذكر فيه أيضا في ترجمته: وله أحوال وكرامات كثيرة جدا، إلى أن يقول: وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في الهواء، وقد وقع هذا لطائفة كبيرة من الزهاد وصالحي العباد، ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العلماء، وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجمي. قال ذلك في صفحة 72 من الجزء 13 في كتابه البداية والنهاية.